عدناكم مشاهدينا في حلقة خاصة من بيت للكل، ونحن الآن في مكان هام جدا في الخليل، وأؤكد للمشاهدين أنه خلفنا مباشرة المسجد الإبراهيمي. فالمدينة مدينة يعني تنبض بالحضارة وبالتاريخ، البعد الديني، البعد التاريخي، ورغم ذلك هنالك استيطان كان أو فكرة استيطانية مبكرة لمدينة الخليل لأهميتها التاريخية. أنا أوجه السؤال للأستاذ عماد حمدان وحضرتك رئيس لإعمار الخليل. أتحدث عن هذه المدينة، هنالك حركات محاولات استيطانية تهويد إلها، تدخل في كل شبر فيها، وأمامنا الآن أو خلفنا المسجد الإبراهيمي ونحن نسمع أصواتهم للأسف يعني موجودين وبيراقبونا وشايفيننا وكأنهم موجودين معنا للأسف. الآن هذه المدينة كيف تصمد أمام يعني بهذا البنيان، بهذه الشوارع، بالحياة الموجودة فيها أمام تلك الحركة الاستيطانية؟ لجنة الإعمار شو بتعمل بالضبط؟ بداية أهلا وسهلا فيكم في مدينة الخليل وفي قلب مدينة الخليل والبلدة القديمة وجوار الحرم، أهلا وسهلا فيكم. لجنة إعمار الخليل تشكلت في 96 بأمر رئاسي من فخامة الرئيس الراحل أبو عمار، وتم التأكيد عليها من فخامة الرئيس محمود عباس فيما بعد. المضبوط أنه أنا بدي أتكلم عن خصوصية وضعية الخليل. البلدة القديمة في الخليل غير عن أي منطقة تانية ممكن تكون في الضفة الغربية أو في الوطن، بسبب وجود البؤر الاستيطانية بداخلها. للأسف يعني معظم المدن الفلسطينية المستوطنات تحيط فيها فقط، ولكن في مدينة الخليل بالإضافة للمستوطنات المحيطة هناك مستوطنات ومستوطنين داخل البلدة القديمة. هناك 5 بؤر استيطانية زرعت في قلب مدينة الخليل، يحاول الاحتلال التشبيك ما بيناتها وتشبيكها وضمها إلى مستوطنة كريات 4، كبرى المستوطنات في مدينة الخليل، وطبعا في بما في ذلك الحرم الإبراهيمي الشريف. هم يحاولون التشبيك بين هذه المستوطنات مرورا بالحرم الإبراهيمي الشريف وصولا إلى مغتصبات كريات 4. فلك أن تتخيلي عملية أنه كيف التشبيك بده يصير ما بين مستوطنة ومستوطنة. هي قد تكون مبنى أو مؤلف من دور أو دورين، ولكن كيف لهذه المستوطنة أن يتم تشبيكها مع مستوطنة أخرى بدون أن يضغطوا على الفلسطيني حتى يهجر هذه المنطقة ويخلي المنطقة لهم؟ فبالتالي يعني كلنا يعلم الاحتلال الإسرائيلي وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي وغلاة المستوطنين الموجودين في داخل البلدة القديمة، بحيث أنه بيتم الاعتداء عليهم مباشرة كأشخاص، بيتم الاعتداء على منازلهم، على عقاراتهم، على محلاتهم، على أشجارهم، على مواشيهم، على ممتلكاتهم. فيعني المواطن الفلسطيني في هذه المنطقة هو صامد، ونرفع له القبعات، لأنه بالرغم من كل هذه المعاناة وبالرغم من كل هذا الأسى إلا أنه صامت. لجنة إعمار الخليل عندما بدأت عملها في 96 كانت البلدة القديمة هنا وسط البلدة عبارة عن مدينة أشباح. كان هناك 400 مواطن فقط من أصل 10,000 مواطن كانوا يسكنوا المنطقة في عام 1950 أو في الخمسينات. فتقريبا 96% من سكان المنطقة هجروها بسبب المضايقات اللي ذكرتها. وكان دورنا يعني أشبه بتحدي كبير، إنه كيف إن نعيد المواطنين للسكن داخل البلدة القديمة ولسه الوضع السياسي ما تغير. بالعكس يعني الوضع السياسي عماله يعني كمان في هذه المنطقة على وجه الخصوص بيزداد سوء. فبالتالي كان تحدي كبير، وكان هناك طبعا امتيازات كان لابد أنه نقدمها للمواطن حتى أنه يعود للبلدة القديمة. بداية هو يحظى بترميم مجاني لمنزله، وإذا ما كانش المالك ممكن أنه نأجر هذا البيت مجانا نعطيه لعائلة ترغب في السكن داخل البلدة القديمة. هو يحظى بإعفاء ضريبي، هو يحظى بإعفاء من أثمان الكهرباء والمياه، هو يحظى بتأمين صحي مجاني. فبالتالي يعني اليوم كله مكفل في لجنة الإعمار هذا؟ صحيح صحيح، بالتعاون مع الجهات المعنية. لما نتكلم عن إعفاء ضريبي هو بالتعاون مع وزارة المالية، لما نتحدث عن تأمينات صحية مجانية هو بالتعاون مع
وزارة الصحة، لكن التأمينات تصدر من مكتب لجنة إعمار الخليل ويتم اعتمادها من الوزارة مباشرة. أنا قصدت أنه كلكم كمؤسسات وطنية تتكاملوا في الأداء الوظيفي بما يعزز من صمود المواطن. يعني إحنا لما بنتحدث عن ترميم قرابة 2500 شقة سكنية وإعادة قرابة 10,000 مواطن إلى البلدة القديمة، هذا لم يكن من فراغ، لم يكن إلا بتعاون كافة الوزارات وكافة المؤسسات. وطبعا يعني فيما بعد أصبح الكم وأصبح هناك الطلب أكثر من العرض، وأصبحت الأمور تتعلق في توفير الحماية للمواطن بعد السكن. موضوع الشبك، إذا تحدثنا عن الحماية المباشرة، الحماية الشخصية، الشبك، شبك النوافذ، شبك الحمايات الخارجية، وكذلك الحماية القانونية. أوجدنا مكتب قانوني لملاحقة الانتهاكات الإسرائيلية، لأنه إحنا ما بدنا نعطي كل هذه الامتيازات للمواطن ونجيبه ونستقطبه ونخليه بوز حرب لحاله، لا، إحنا سندناه بأن يكون هناك مكتب قانوني يعمل على رصد الانتهاكات الإسرائيلية، يعمل على توثيقها، يعمل على فضح الممارسات الإسرائيلية، ويعمل على تبني. يعني أنا أعتقد أنه هذا الملف احنا مخلين له يعني جزء أكيد. نعم، ولا يعني حتى استكمل الفكره انه يتبنى قضايا اي اعتداء واي ضحيه ممكن انه يكون.